نروح لمحور ثالث ومهم جدا جدا، ملف التعاقد مع روي فيتوريا. هو مدير فني المنتخب مصر الآن، احنا خلاص تم التوقيع مع المدرب البرتغالي لقيادة المنتخب بعقد 4 سنين. طيب، هو ما فيش خلاف تماما على ان هو طبعا مدرب عالمي ومن تلاميذ مستر فريرا. هو من الجيل اللي كبر في التدريب البرتغالي وبيشوف فريرا بيكسب الدوري البرتغالي اكتر من مرة. لازم بقى احنا كده نقف مع بعض كده ونعمل شوية خطوات مهمة جدا علشان يكون في استفادة حقيقية من روي فيتوريا. اولا، لازم تعمل جدول منظم للدوري. انت لازم تبدأ مسابقة الدوري في سبتمبر، بالكتير قوي تنهيها في مايو. كفاية عك في جدول الدوري. تاني حاجة، لازم يكون في تواصل مباشر بين المدرب البرتغالي وبين مدرب الأندية. ليه بقى؟ علشان يكون في تعاون، ان احنا ازاي نطور من اللعيبة، ازاي نستغل امكانياتهم. ده هيفيدنا على فكرة كتير جدا، سواء على مستوى الأندية او كمان على مستوى منتخب مصر. تالت حاجة وده الأهم، الاستقرار. يعني مش هنحاسب الراجل على مباراة. انت دلوقتي اخترت رجل صاحب سي في قوي ومدرب كسب الدوري البرتغالي وكسب الدوري السعودي ودرب فرق كبيرة زي بنفيكا البرتغالي وسبارتاك موسكو الروسي والنصر السعودي، فعنده تاريخ يحترم. اديله وقته، خليه يشتغل بدون اي ضغوط. ان شاء الله نجني الثمار ونكون في كاس العالم 2026.